ذات الحجن العربية الأصيلة ميدان الوثبة. بسم الله وعلى بركة الله أعلنت انطلاقة الشوط السادس. يسير هذا الشوط وتنطلق الأسماء القوية والشعارات الجميلة التي توافدت من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق للمشاركة في هذا الميدان. نسير مع المركز الأول، نسير مع صدارة هذا الشوط، نتقدم مع شوط الإبكار. هناك شوطنا السادس والمركز الأول مع صبا عبد الله بن محمد بن عويضان العامري على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصلت هناك الضبي خليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري يصل على المركز الثاني. ثالث المراكز شبه الجزيرة وصلت في هذه اللحظات لسعيد بن ناصر بن سالمين العيسائي الواصل في هذه اللحظات على المركز الثالث ورابع المراكز مع انطلاقتي وتحدياتي هذه المنطلقة. وهذا الشعار برزمان، وصلت برزمان وتحرك محمد بن راشد بن محسن انديله الواصل على هذا الأداء الجميل. والمركز الخامس انطلاقة المتحدة، انطلاقة المتحدة في هذا المسار الجميل. فيصل بن عبد الله بن علي الفيدة المري، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا الشوط، إلى الأداء المتميز والمتفرد. هناك مع انطلاقة صبا عبد الله بن محمد بن عويضان العامري في المركز الأول بصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصل الأداء الجميل. تحركت هنا في هذه اللحظات الضبي خليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك انطلقت فيه تحركت فيه على ثالث المراكز مع برزمان محمد بن راشد بن محمد بن محسن انديله وصل بهذا الاسم الجميل والرائع. ولكن المركز الرابع، رابع المراكز مع انطلاقتي والتحركات علاج علاج علاج، وصل سالم بن عتيج بن علي بن راشد الاتبي يتقدم على المركز الرابع. والمركز الخامس اسراب اسهيل بن محمد بن مبارك الخيلي، ولكن العودة الى شعار بن عويضان، الى اداء بن عويضان مع المركز الاول. هناك مع المركز الأول والصدارة هذا الشوط عبد الله بن محمد بن عويضان العامري على صدارة هذا الشوط، متقدم بهذا الأداء الجميل، متفردا بهذا المركز المطموع له دائما وأبدا في عالم سباقات الهجن. يتقدم بن عويضان ليقدم لنا صبا. صبا يا صبا يا صبا يا صبا راحت مع المركز الأول، تركض على طل الندى، تتقدم في هذه اللحظات. وصلت مزنة، تحركت مزنة محسن بن راشد بن هادي بن علي القرح، وصل في هذه اللحظات على المركز الثاني في هذا الأداء الجميل. وأيضا الوصول هناك من منصورة، وصلت منصورة محمد بن سالم بن إيد الزرعي يتقدم في هذه اللحظات. ولكن عودة إلى بن عويضاني وشعاره وأدائه وأوامره الجميلة والخفيفة والطفيفة. يتقدم مع المركز الأول، يتقدم هناك مع صدارتي هذا الشوط. واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، راحت صبا، انطلقت صبا، تميزت صبا، انطلقت مع المركز الأول وتفوز بناموس هذا الشوط بشعار عبد الله بن محمد بن عويضاني العامري. العامري تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المحقق والجميل. بينما المركز الثاني وصلت هناك الراسية علي بن سالم بن علي الدرعي. ثالث المراكز وصلت منصورة محمد بن سالم بن سعيد الزرعي، بينما المركز الرابع انطلاقتي وتحدياتي مزنة محمد بن راشد بن هادي بن علي القرح، من وصل على رابع المراكز في هذا الانطلاق الجميل. إذا مشاهدينا الأعزاء،
هناك شاهدنا هذا التحدي الجميل والشعار بن عويضان الذي تميز مع صبا عبد الله بن محمد بن عويضان العامري محققا هذا الفوز والانتصار الجميل هنا في عاصمة ميادين سباقات الهجن. ودائما ناموس الوثبة دائما يأتي مقاير ومتميز ورائع هنا كما تشاهدون عبر قناة ياس الرياضية الناقلة لهذه الأحداث الرياضية والتراثية والهامة. 4 دقائق 34 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك صبا عبد الله بن محمد بن عويضان العامري ثانية المراكز. وصلت الراسية علي بن سالم بن علي الدرعي 4 دقائق 36 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث وصلت منصورة لمحمد بن سالم بن سعيد الزرعي من انطلق مع هذا الشعار 4 دقائق 36 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.